السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقائنا للادي مع رجل يعني نجم من نجوم التابعين اللي فعلا يستحق ان احنا لابد ان احنا نلقى عليه الضوء في هذه السلسله المباركه. وان كانت السلسله الحقيقه مش هتاخد كم التابعين اللي كان نفسنا ان احنا نتكلم عنهم، لكن ان قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء ان شاء الله للعام المقبل، يعني نتحفكم كده ان شاء الله كل سنه ب 30 تابعي ان شاء الله نتعايش معهم بقلوبنا وارواحنا. لقائنا الليله دي مع رفيع ابن مهران. يمكن كتير من الناس ما يعرفوش مين هو رفيع بن مهران، وهو المكنى بأبي العالية. هو شهرته الكنية بتاعته أبو العالية. أبو العالية علم من أعلام التابعين، وكان من أعلم التابعين بكتاب الله عز وجل، ومن أعلم التابعين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد عايزين تعرفوا قصته، تعالوا نبدأها من أولها بس بعد ما نصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي أبو العالية ولد، أو رفيع بن مهران ولد في بلاد فارس، ونشأ على أرض بلاد فارس. ولما قدر الله عز وجل أن الصحابة يطلعوا بقى في الفتوحات الإسلامية من أجل أن هم يعني يدخلوا البلاد والعباد في دين الله سبحانه وتعالى، فكان من ضمن الفتوحات الإسلامية فتوحات المسلمين في بلاد فارس، فكان عدد كبير جدا من الناس وقعوا في أسر المسلمين، وكان من ضمن السبي ومن ضمن الأسرى اللي كانوا موجودين في أيدي المسلمين رفيع بن مهران اللي هو أبو العالية. هو نفسه بيقول بقى، بيقول ان احنا لما دخل المسلمون بلاد فارس وانتصروا على الفرس كنت في من اسر في ايدي المسلمين وقعدت وسطهم. طبعا هو كان اسير، وكان في الوقت دوت ما كانش مسلم طبعا، وبدا يعني ايه يشوف اخلاق الصحابه. وطبعا انتوا عارفين بقى، يعني انا مش هتكلم عن اخلاق الصحابه، انتوا يعني مش محتاجين تعرفوا يعني اخلاق تلاميذ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وانك لعلى خلق عظيم بابي هو وامي نفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس اللي هم كانوا جايين من الفرس لما شافوا اخلاق الصحابه وشافوا قد ايه عندهم صدق ورحمه وامانه وايثار وامانه وحاجه يعني طبعا لا تخطر على قلب بشر، تاثروا جدا جدا. وزي ما بيقولوا الانسان بيتعلم من لحظ الشيخ قبل لفظه. يعني انا لما اقعد مع حد من المشايخ الكبار اتعلم من اخلاقياته وسلوكياته قبل ما اتعلم من الكلام اللي هو بيقوله. فكانوا هم شايفين اخلاقيات وسلوكيات غير عاديه مش طبيعيه، حاجه يعني في قمه الروعه، حاجه في القمه. فالمهم تاثر رفيع بن مهران ومن معه من اللي كانوا معاه من الفرس وكده بأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل كثير منهم في دين الله، فكان من ضمن من أسلم رفيع ابن مهران. لما اسلم طبعا هو وقع طبعا ايه يعني كعبد رقيق برضه مهما كان، حتى لو كان اسلم ووقع في ايدي بعض الناس، فكان يعني وصل ان هو كان مملوكين لطائفه من المسلمين في بلاد البصره. رفيع بن مهران بيقول بقى ان كان في بعض الناس اللي هم اسروا في ايدي المسلمين وبقوا عبيد ارقاء في ايديهم، منهم من كان يدفع الضريبه اللي بيدفعها لصاحبه يعني وكده، ومنهم من كان يعني مقابل الضريبه دي كان يقدم خدمات لسيدي. فبيقول فكنت في من يقدم خدمات لسيدي. وكان رفيع بن مهران كان ربنا قدر له ان هو يكون ملك لسيده من او امراه من بني تميم، وكانت امراه عاقله ودينه وكانت في غايه الخلق العالي يعني رحمها الله رحمه واسعه. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو طبعا طول النهار بيخدم سيدته وبيحاول انه يبذل جهد كبير، وطبعا زمايله التانيين كل واحد في بيت سيده عمال بيقدم الخدمات ليل ونهار خدمات. طبعا انت عارف عبد رقيق بيطلب منه اي حاجه فبيقوم باي خدمات يؤمر بها سيده. فكان في نفس الوقت هم محتاجين ان هم طبعا يوفروا وقت للصلاه ولقرايه القران ولذكر الله سبحانه وتعالى ولطلب العلم، فكان بيجدوا مشقه عجيبه. فهو كان متفق مع زمايله رفيع بن مهران في الاول ان هم يختموا القران كل يوم،
فكان بيشق عليهم، كانوا بيختموه بس كان بيشق عليهم جدا، ما كانوش بيلاقوا وقت يناموا فيه كتير، وكانوا بيتعبوا جدا من خدمه الناس اللي كانوا عندهم. فبدا يقول لاصحابه طب ما بلاش نختمه كل يوم، طب نختمه كل يومين. برضه وجد مشقه كبيره جدا عشان تختم قران كل يومين، برضه محتاج وقت كبير جدا. فقال طب نختمه في ثلاثه، برضه وجدوا مشقه. فلحد ما قابلوا واحد من الصحابه وشكوا له المشكله دي، قالوا له احنا طول النهار في خدمه يعني اسيادنا اللي احنا موجودين عندهم، احنا عبيد ارقاء موجودين عندهم، فبنخدمهم طول النهار، وبعدين لما بنعوز نختم القران كل ثلاث ايام او كل يومين او كل يوم، المساله شق علينا جدا. قال لهم الايسر لكم ان انتم تختموا القران كل جمعه، كل اسبوع تختموه مره. قال فكان ذلك فيه تيسير عظيم علينا، فكنا بنختم القران كل يوم جمعه. ودي رسالة لحبيبنا المسلمين اللي هاجرين القرآن من زمان طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم يشكون يوم القيامة وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كتاب منهج حياة قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم أبشروا فإن هذا الكتاب أو هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب والله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رفاعة بن مهران زي ما قلنا من شوية كانت تملكه امرأة عاقلة دينة على خلق عالي جدا من بني تميم، فكان بيخدمها طول النهار، وهي كانت بتترك له وقت لان حست ان هو عنده شغف شديد جدا بطلب العلم وقراءه القران والعباده، فكانت بتحاول توفر له وقت كبير جدا برضه ان هو ايه يطلب العلم وان هو يذاكر وان هو يقرا ويصلي ويعبد ربنا. فكانت امراه عاقله ودينه وكان فيها خير كبير قوي. في يوم من الايام قدر ربنا سبحانه وتعالى الخير لرفاعه بن مهران اللي هو ابو العاليه، في يوم من الايام بالتحديد كان في يوم جمعه، قال لها انا خارج راح اصلي. قالت له راح تصلي الجمعه؟ قال لها ايوه. فين يا رفيع؟ قال لها راح اصلي في المسجد الجامع. قالت له انا جاي معاك. طيب اتفضلي يا سيدتي. يعني اكيد هي عايزه تروح تصلي في مصلى النساء. ففوجئ بها، ودي كانت مفاجاه بالنسبه له، ان هي داخله معاه في مصلى الرجال وهي امراه كبيره. فاستغرب وعايز يسالها بس مكسوف يسالها ان هي سيدته مش قادر يقول لها حاجه، لحد ما استنت لحد ما داخل طلع الامام على المنبر وراحت يعني بصوت عالي في المسجد وامام الناس جميعا قالت اشهدوا يا معشر المسلمين اني اعتقت غلامي هذا رغبه في ثواب الله وطمعا في عفوه ورضاه، وانه ليس لاحد عليه من سبيل الا سبيل المعروف. ثم نظرت الى السماء وقالت اللهم إني أدخره عندك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رفيع بن مهران حس بفرحة أنا ما أقدرش أوصفها لك. تخيل واحد مكتوب عليه أنه يفضل عبد رقيق عند امرأة وإن كانت إنسانة طيبة وإنسانة فاضلة، لكنه برضه في النهاية هو عبد ومطلوب منه يقوم في خدمة سيدته ليل ونهار، وفي أي وقت يطلب للخدمة لابد أن يقوم ويؤدي الخدمة، وده كان بيأثر أكيد برضه على طلبه للعلم وساعات نومه قراءة القرآن وذكره لله. فحس بفرحة لا تخطر على قلب بشر إن ربنا يسر له وأعتق من هذا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. رفاع بن مهران وإن كان إقامته كانت في البصرة إلا إنه كان هواه وقلبه وحبه كله كان في المدينة المنورة، فكان يتردد على المدينة المنورة من أجل أن يقابل الصحابة ويتعلم على أيديهم. ربنا أكرمه إكرام غير عادي إن هو التقى بأبي بكر الصديق في أيامه الأخيرة وسلم عليه وصافحه وحكى له قصته وخد منه بعض النصائح الجميلة، والتقى فترة كبيرة بفضل الله مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقرأ عليه القرآن صلى خلف امير المؤمنين عمر، وكان طبعا يعني يروح يسمع وكان يعني عنده شغف كبير جدا بحفظ القران وتعلم القران وتفسير القران، وكان عنده ايضا شغف كبير جدا بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيسمعه في البصره من كثير من عمالقه التابعين، لكن كان بيبحث عن علو السند، هو مش عايز بينه وبين النبي حد غير صحابي، يعني ايه؟ يعني عايز بدل ما يسمع الحديث من تابعي، التابعي ده بيقول له انا سمعته من صحابي، هو عايز يروح يسمعه مباشره من الصحابة اللي سمع الحديث ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرر رفيع بن مهران ان هو يروح يقابل عدد كبير من الصحابة ويطلب على ايديهم الحديث. فقابل هناك عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وابو ايوب الانصاري وابو هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهم كتير وكتير وكتير،
لانه كان عايش في فعلا في زمن الخيريه الاول اللي النبي قال عنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان بيقابل بقى خيار الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وتعلم الحديث على يد هؤلاء الصحب الكرام، ولم يقتصر على انه ياخد الحديث من الصحابه اللي قاعدين في المدينه وبس، لا ده كان كل ما يسمع عن اي صحابي مقيم في اي بلد ايا كانت، لو بعيده لو في مصر لو في اليمن لو في اي مكان ايا كان المكان بعيد، كان بيروح ويطلب منه الحديث. وكان اول ما يروح يطلب الحديث من اي واحد سواء كان من الصحابه او من التابعين، ربما مثلا في حديث سمعه من تابعي عن صحابي، الصحابي ده مات فهو عايز يعرف الحديث ده مثلا من التابعي دوت، يبقى برضه بينه وبين النبي يعني يا دوب تابعي وصحابي. فالمهم فكان يروح يسمع منه الحديث. فكان لما يروح اول حاجه يعملها، ودي كانت حاجه غريبه وجميله جدا، أول حاجة قبل ما يطلب منه الحديث كان يروح يصلي وراه، فلو لقاه بيتقن الصلاة وبيصلي صلاة خاشعة كان يطلب منه الحديث، ولو لقاه بيصلي صلاته صلاة كده ما فيهاش خشوع ولا فيها يعني تأني كده كان لا يطلب منه الحديث، ويقول إن كان يتهاون في صلاته فهو أشد تهاونا في غيرها، ثم يحمل عصاه ويعود إلى من حيث أتى ولا يطلب منه أي شيء. كان الحقيقة في منزلة من العلم عالية جدا جدا، لدرجة ان جميع اقرانه كانوا بيستشعروا ان هو كان ليه ما شاء الله تعليقات حتى على ايات معينة وتفسيرات معينة، وكان ليه يعني حاجات ما شاء الله فتوحات من عند ربنا سبحانه وتعالى وهو يقرأ القرآن. في يوم من الايام احد اصحابه شافه وهو بيتوضأ كده ولقى الطهارة ما شاء الله بتتألق كده ومنورة على كل عضو من اعضاء جسمه، فبصله كده فقال لهم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال يا أخي ليس المتطهرون الذين يتطهرون بالماء من الدرن، الدرن الوساخة يعني، وإنما هم الذين يتطهرون بالتقوى من الذنوب، هم دول المتطهرين. مش مجرد غسيل الأعضاء بالمية هي دي الطهارة، الطهارة المعنوية الحقيقية هي أن أنت تتطهر بالتقوى وان انت تخشى ربنا وتخاف ربنا وتتطهر من الذنوب والمعاصي وتتقرب الى الله بفعل الطاعات، هي ديت الطهارة الحقيقية. وكان دايما يحض الناس على طلب العلم، لان العلم فعلا كما قال علي بن ابي طالب العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال. فكان يقول روضوا انفسكم على طلب العلم واكثروا من السؤال عنه، واعلموا ان العلم لا يخفض جناحيه لمستحي ولا لمستكبر، لان المستحي يستحي ان يسال فلا يتعلم، والمستكبر يتعالى ان يسال فلا يتعلم. فقال فان العلم لا يخفض جناحيه لمستحي ولا مستكبر. وكان ينصح طلاب العلم بنصائح جميلة جدا، وكان من ضمن النصائح الجميلة نصيحة قالها لهم فوصل الكلام للحسن البصري. تعالوا نشوف تعليقه كان عامل ازاي. في يوم من الأيام بيقول للطلبة بتوعه تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، وإياكم هذه الأهواء البدع ابعدوا عنها فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء، ولا تحيدوا عن الأمر الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنقلوا ذلك الكلام إلى الحسن البصري فقال لقد نصحكم أبو العالية وصدقكم والله. ودي كانت كلمة جميلة وتزكية جميلة من الحسن البصري اللي كانت أمه في الرضاعة أم سلمة اللي هي أم المؤمنين، وإحنا قلنا في حلقات قبل كده أن أم سلمة هي يعني رضعت الحسن البصري، لأن كان المولاة بتاعتها الخادمة بتاعتها كانت أم إيه؟ كانت أم الحسن البصري، فكانت أحيانا تروح تقضي لها شوية حاجات وكده فكانت تتركه، فكان لما يبكي كانت أم سلمة رضي الله عنها رضاها تلقم ثديها وترضعه، فكانت أمه من ناحيتين، أمه لأن هي أم المؤمنين كلهم، وأمه لأن هي أرضعته يعني كثيرا رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا نكمل سيرة رفيع ابن مهران، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. هم كالملائكة في السماء مطهرين، ملائكة في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله سلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نكمل سيرة رفيع ابن مهران أبو العالية رحمه الله رحمة واسعة. كان بيرسم لطلاب العلم المنهج الجميل البسيط الميسر لحفظ القرآن، فكان يقول تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإنه أيسر على أذهانكم وأقوى على أفهامكم. إن أنت ما تفرحش إن أنت تحفظ كل يوم ربع أو ربعين وبعد كده
حاجه تنساه بسهوله، بالعكس احفظ كل يوم ولو 5 آيات واقرا تفسيرهم وشوف اسباب النزول وافهم الايات دي وعيش معاها وصلي بها قيام الليل وصلي بها السنن والنوافل، بفضل الله تثبت وتكون اقرب الى الفهم والحفظ والعمل بفضل الله سبحانه وتعالى. كان اول عليا ما كانش يا جماعه مجرد فقط رجل عالم عامل عابد لله سبحانه وتعالى، بل كان مجاهدا في سبيل الله وكان يحب الجهاد بشكل لا يخطر على قلب بشر، فكان يقضي وقت كبير جدا من حياته في ميادين الجهاد مع المجاهدين او مرابطا على الثغور مع يعني ثغور الاعداء مع المرابطين. فحارب الروم في بلاد الشام وحارب الفرس في بلاد ما وراء النهر، ولم يتاخر ابدا عن اي فتح من الفتحات الاسلاميه. ولما نشب القتال اللي حدث بين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وبين سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه، والصحابه يا جماعه احنا دايما بنقول كده منهجنا في هذا الخلاف الذي وقع بين سيدنا معاويه وبين سيدنا علي انهم تأولوا المساله، وكل منهم كان يريد الحق، وان كان الحق كان في صف علي بن ابي طالب وهذا ما ندين الله به، لكن في النهاية أيضا يعذر سيدنا معاوية لأنه كان صحابيا جليلا فاضلا زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. فأوعى حد في يوم من الأيام يقول كلمة يعني عياذا بالله في حق أي واحد من الصحابة. الصحابة كلهم بلا استثناء عدول عدلهم الله عز وجل وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم، وكفاية قول المولى عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفاية قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، والمخاطبون بها أولا هم الصحابة، وقول المولى عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا فالمخاطب بها أولا الصحابة، وكفاية يعني حاجات كثيرة جدا جدا وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى تدل على أن هؤلاء هم خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين. لما حدث القتال بين علي بن ابي طالب وبين معاويه بن ابي سفيان كان يعني ساعتها ابو العلاء بيقول كنت في ذلك الوقت شابا وكان الجهاد احب الي من الماء البارد في اليوم القائض في اليوم الحر جدا. بيقول فلما خرجت في معركه صفين فوجدت جيشين يعني لما تبص اليوم ما تجيبش نهايتهم، عدد كبير جدا جدا كانهم جبلين يعني عياذا بالله بيقتربوا من بعض، فكان اذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء واذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء. فقلت في نفسي أي الفريقين أعده كافرا فأقاتله وأي الفريقين أعده مؤمنا فأقاتل معها. ثم بعد ذلك قال والله ما لي هدف في الجهاد أو في القتال ما بين مسلمين، ثم تركهما وعاد إلى أدراجه سالما غانما لأنه لم يدخل في هذه الفتنة الكبيرة، والحمد لله الذي عافاه من هذه الفتنة الكبيرة. كان حزين جدا جدا، كان بيقعد أوقات كثيرة جدا يقعد يفكر إن هو كان نفسه كان بيتمنى إن هو يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو شاف أبو بكر قبل أن يموت. يعني لو كان عجل قبلها يقول بـ2 3 سنين مثلا كان ممكن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولو حتى في أيام الأخيرة، فكان بيتمنى يشوف النبي ولو لحظة. وانتم عارفين شرط الصحابة أنه يلقى النبي ويؤمن ويموت على ذلك، فهو كان مؤمن فلو شاف النبي ولو للحظة واحدة ومات على ذلك لكان صحابيا، وكانت تبقى مرتبة عالية جدا جدا أنه يبقى من أصحاب سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعشان كده هو كان حزين جدا، لكن كان بيعوض ذلك بالتقرب إلى كرام الصحابة، فكان يعني يؤثر رؤيتهم في كل وقت ويروح لهم على طول المدينة، وكل ما يسمع عن الصحابة في أي مكان كان يروح ويزور ويتعلم على أيديه، وكان يعني كان قلبه مليان شغف بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن في يوم من الأيام حصل موقف عجيب جدا بينه وبين سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله، اللي لما دخل النبي المدينة قامت أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك وذهبت إلى النبي وقالت له يا رسول الله إنه ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية إلا أنا، فإني أقدم لك أنسا ليكون لك خادما. فقابل النبي ذلك فقالت ادعو الله لأنس يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أطل عمره وكثر وأكثر ولده وماله، يقول أنس بن مالك فطال والله عمري، يعني طال يعني عمري ما شاء الله عدى سيدنا أنس فضل عايش لحد عهد الحجاج بن يوسف الثقفي تفديه، فبيقول فطال عمري وكثر مالي وكثر ولدي، حتى أن ابنتي عائشة أخبرتني أني دفنت من ولدي من صلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد،
ده اللي ماتوا غير اللي عايشين يعني كده على ايام طبعا ما كانش فيه حسنين ومحمدين ولا اضبط الحزام ولا يجيب واحده بقى شايل عيل هنا وعيلين هنا وثلاثه هنا وبيخبطوا ويكسروا الازاز وفي الاخر يقول لها مش قلنا لك يا شلبيه تروحي الوحده الصحيه. طبعا ما كانش فيه الكلام ده على ايامهم. فبيقول دفنتم من صلبي حتى مقدم الحجاج اكثر من 100 ولد. فانس بن مالك في يوم من الايام قابل رفاعة بن مهران اللي هو ابو العاليه فاعطاه تفاح. مسك التفاح بيجي وراح ايه مداله. فاول ما اداها له خدها ابو العاليه واخذ يقبلها ويحطها على قلبه ويبكي وفرحان جدا. فيقول له فقال تفاحه مستها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له التفاحه ديت اللي ادهاني مين؟ انس بن مالك. ايديه مسكت ايدين النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول تفاحه مستها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ليه موقف تاني جميل جدا مع حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إن في يوم من الأيام راح يزوروا رفاعة بن مهران اللي هو أبو العالية. فلما زاروا كان ساعتها ابن عباس كان بيتولى إمارة البصرة من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل عليه أبو العالية رحب به ابن عباس وخدوا وقعدوا جنبه ورحب به وهش له وبش. فكان في مجموعة من طائفة كبيرة جدا من سادة قريش كانوا قاعدين عند ابن عباس رضي الله عنهما. فتعجبوا يعني أبو العالية ده مهما كان مولى من الموالي، والعبد إذا أعتق يسمى مولى، فكان مولى من الموالي. إيه اللي يخلي ابن عباس يعني يقربه للدرجة دي ويقعده جنبه ويكرمه الإكرام ده كله؟ فحس إن هم بيتغمزوا كده سيدنا ابن عباس ففهمها. فقال لهم إن العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع قدر أهله بين الناس ويجلس المماليك بين الملوك او على الاسر على اسره الملوك. فعايز اقول لهم ان العلم بيرفع قدر صاحبه. يعني الانسان قد يكون علمه يعني قد يكون يعني علمه قليل جدا وعنده مال كثير جدا فلا يقبه له، وقد يكون عنده علم كثير جدا وليس عنده اي مال وله قدر عظيم. ويا ما سمعنا في سير هؤلاء التابعين اناس فقراء جدا جدا ولكن عندهم علم، وكان الملوك يتمنوا ان هم يقعدوا يجالسوهم او يقعدوا جنبهم، وكان الملك او الامير المؤمنين يبعث له يقول له تعال إلينا حتى ننتفع بعلمك، يقول له ألا علم لا يأتي إليكم بل أنتم تأتون إليه. يعني شوف وصل درجة إيه، إن بيقول لأمير المؤمنين أنا ما جيلكش، العلم لا يأتي إليكم وحديث الرسول لا يأتي إليكم، وإنما أنتم الذين تأتون لتطلبوا العلم وتطلبوا حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنة من السنين عزم أبو العالية على الجهاد في سبيل الله وأعد الأمر وتمنى أن ربنا يرزقه الشهادة، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرعى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويزوج من 72 زوجة من الحور العين و يعني يشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. فتمنى أبو العالية أنه ينال الشهادة، ولكن وهو في طريقه عشان يجاهد في سبيل الله أصابه وجع شديد جدا وألم شديد في ساقه. فذهبوا به إلى الطبيب فقال إنه قد حل بساقك مرض الآكلة. الآكلة ده هو بلغة العصر يا جماعة مرض الغرغرينة. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، قولوا آمين. مرض الغرغرينة، فلا بد من قطع الرجل من الساق. فقال إن لله وإنا إليه راجعون. فقال له نسقيك كأسا من المرقد حاجة كده تذهب عقلك عشان ما تحسش بألم القطع. قال لا والله. قال له يعني طب نعمل معك إيه؟ قال أدعوكم إلى ما هو خير من ذلك. قال له ما هو؟ قال ائتني بقارئ جيد لكتاب الله، واحد بيقرأ القرآن قراءة جيدة، ويعني خليه يقف جنبي وخليه يقرأ القرآن ويسمعني. فإذا رأيتم عيني، خدوا بالكم بقى، إن لما تلاقوا وش أحمر وعينيا كده حدقت في السماء، في اللحظة ديت أعرف إن أنا مش هحس بألم القطع وقطعوا رجلي في الوقت ده، مش هحس بفضل الله. وبالفعل بدأ القارئ يقرأ عليه القرآن لحد ما وش أحمر وعينيه شخصت كده في السماء، فبدأوا في قطع رجله فأغشي عليه. فلما أفاق قال له الطبيب أما شعرت بألم القطع؟ قال لا والله شغلتني حلاوة ما سمعته من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أمسك رجله وقال اللهم لك الحمد، والله لئن سألتني يوم القيامة هل مشيت على رجلك هذه منذ 40 سنة إلى معصية لأقولن والله ما مشيت بها إلى معصية وإني لصادق إن شاء الله تعالى.
وده بيفكرنا طبعا بقصة عروة بن الزبير اللي مر عليه نفس القصة وقالوا له نسقيك كأسا من المرقد عشان نقطع رجليك، قال لا ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله وأقطع رجلي، وأنتم عارفين بقية القصة. قدر ربنا سبحانه وتعالى إن رفيع بن مهران اللي هو أبو العالية خلاص حس بأن أيامه قربت فأعد لنفسه كفنا، وكان أحيانا يعني يلبس الكفن كل شهر ولو مرة، كان يلبس الكفن ويجهز نفسه، وكان كتب الوصية بتاعته 17 مرة، وكل شوية يحس أنه هيموت مثلا بعد شهر فيكتب الوصية بتاعته، فبعد شهر لو استجدت عنده نعمة أو ذهبت من عنده أي شيء فكان يجدد الوصية، حاجات يشتبه حاجات يأيدها، حتى ما كتب آخر وصية وفي سنة 93 هجرية في شهر شوال مضى أبو العالية للقاء ربه سبحانه وتعالى نقي النفس طاهر الفؤاد، كان يتمنى الشهادة في سبيل الله، يعني والله بجد يعني حاجة فعلا تسلق الصدر. شوف لما تتأمل بقى قصة أبو العالية من يوم ما كان في بلاد الفرس رجلا كافرا مجوسيا لا يعرف شيئا عن دين الله، وربنا يقدر شفت قد ايه حركة المسلمين وجهاد المسلمين وبذل المسلمين لنشر دين رب العالمين سبحانه وتعالى، يروحوا بلاد الفرس ويؤسر ويأتي عبدا رقيقا، وربنا يقدر له يروح لامرأة فاضلة فيخدمها فتشوف طاعته وحرصه على طلب العلم وعلى يعني حفظ القرآن فتوهبه لله سبحانه وتعالى وتعتق رغبته وهو يعني يسلق طريقه في طلب العلم لحد ما يكون علم من أعلام التابعين ومن أعلم التابعين بكتاب الله ومن أعلم التابعين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي هدية يا جماعة لينا كلنا إن احنا نتعلم إن الإنسان ما ينفعش يعيش لنفسه ولشهواته ولدنيته، الأصل في الإنسان إن هو عايش لله، الأصل إن أنت كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي نفس الوقت مش أنت بس اللي تعبد ولازم تعبد الناس من حواليك لله، كنتم خير أمة أخرجت للناس فلابد أن تدعو. ولذلك قال جل وعلا على لسان حبيبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي، آمرا رسوله أن يقول ذلك كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفحة خلصت لكن في صفحات كتيرة لسه نلتقي معها مع أعلام التابعين ومع روائع التابعين. يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام